نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن استبعاد مناهج امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء مشددة على أن امتحانات منتصف العام الدراسي ستشمل كافة مناهج الفصل الدراسي الأول كاملة، بما فيها مناهج شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر دون استبعاد أي منهم، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 لتبدأ في 14 من يناير وتمتد حتى 26 من يناير القادم.